السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا عملنا الدرس الأول في تعلم قراءة الساعة، واتكلمنا فيه عن إن الساعة عدد دقائق الساعة وعدد دقائق نص ساعة والتلت ساعة وربع ساعة، هتلاقوه موجود على القناة. النهاردة هنتكلم عن قراية الساعة بطريقة سهلة وبسيطة لأطفالنا الحلوين. لما يا جماعة العقرب الكبير اللي هو عقرب الدقايق بيجي على ال 12، يبقى أنا كده عندي الساعة أقول عليها مثلا لو هي الساعة 3 هقول الساعة 3 بالظبط، يبقى لما أنا العقرب الكبير بتاعي يجي على ال 12 هقول الساعة 3 بالظبط، تمام، أو 2 بالظبط أو 11 بالظبط. لما العقرب الكبير بتاعي يجي على الواحد أنا هقول الساعة مثلا، هقول الساعة 12 و5، هقول الساعة مثلا أو 3 و5، تعالوا نفترض إن هي 12 هقول الساعة 12 و5. لو العقرب بتاعي جه على ال 11 الكبير، طبعا العقرب الكبير بتاعي جه على ال 11 هقول الساعة 12 إلا 5، يبقى الواحد وخمسة 11 إلا 5، الواحد وخمسة 11 إلا 5. طيب لو العقرب بتاعي الكبير اللي هو عقرب الدقايق جه على الاتنين هقول الساعة، هقول الساعة 12 و10، هقول الساعة 12 و10. طيب لو جه على العشرة هقول الساعة 12 إلا 10، يبقى هقول الساعة 12 إلا 10. يبقى لما العقرب الدقايق بتاعي يجي على الاتنين هقول و10، لما يجي على العشرة هقول إلا 10، تمام كده؟ طيب بنستنتج ان هنا الجنب ده وي، الجنب ده الا، الجنب ده وي، الجنب ده الا، تمام. طيب لو عقرب الدقايق بتاعي جه على ال 3 اللي هو العقرب الكبير بتاعي جه على ال 3 هقول وي ربع، لو جه على ال 9 هقول الا ربع، واخدين بالنا الموضوع بسيط وسهل ازاي؟ كله زي بعضه، اكننا كده في المرايه، اكننا بنبص لنفسنا في المرايه، بس هنا بنقول و وهنا بنقول الا. طيب لو جه على الاربعه هيبقى ايه؟ هيبقى وتلت. لو عقرب الدقيق جه على الاربعه هيبقى وتلت، لو جه على الثمانيه هيبقى الا تلت. موضوع بسيط جدا وسهل، تعالوا كده نرجع بسرعة قبل ندخل على الخمسة وستة والسبعة. يبقى العقرب لما بيجي عندي عدد 12 بتبقى الساعة واحدة بالظبط، 2 بالظبط، 3 بالظبط، ايا كان بقى ايه عقرب الساعات على ايه. لما عقرب الكبير بتاعي بيجي على الواحد بقول وخمسة، على ال 11 الا 5، على ال 2 و10، على ال 10 الا 10، على ال 3 وربع، على ال 9 الا ربع، على ال 4 وتلت، على ال 8 الا تلت. نيجي على الجزء اللي تحت ده، بنقول عليه كله وي، ما فيهوش الا خالص، كله وي، كله بيبتدي بحرف كلمه و. طيب لما بيجي على العقرب الكبير بتاعي بيجي على الستة بنقول الساعة ونص، بنقول الساعة مثلا ستة ونص، 11 ونص، 3 ونص، أما العقرب الكبير بيجي على الستة. لما بيجي على الخمسة بنقول ونص برضو، يبقى احنا في كل الأحوال سواء على الخمسة أو الستة، بنقول ونص. يبقى اتفقنا كده يا جماعة، لما عقرب الكبير بتاعي بيجي على الستة أو الخمسة أو السبعة هنقول ونص، تمام. يبقى هنا بدم جت على الستة يبقى ونص، بجد على الخمسة يبقى ونص، سبعة ونص، بس الخمسة والسبعة هنزود حاجة، على كلمة ونص، لما تيجي على الخمسة، لما العقرب الكبير يجي على الخمسة هقول ونص زي ما بنقول في الستة، بس هنقول ونص إلا خمسة، يعني هي فاضل لها 5 دقايق وتيجي تبقى ونص بالظبط، ففاضل لها 5 تبقى ونص إلا 5، تمام. طيب لما تيجي على السبعة هتبقى ونص برضو، زي ما احنا اتفقنا ان الخمسة والستة والسبعة بنقول ونص، لكن هنا هي عدت النص بخمس دقايق هتبقى ونص وخمسة، وان شاء الله كده نكون بطريقة سهلة وبسيطة حفكينا العقدة بتاعت تعلم الساعة اللي هي بتبقى عند مشكلة لكل اطفالنا اللي في تانية ابتدائي. وتابعونا ان شاء الله في مزيد من الدروس، واعملوا لنا لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه الاسره والطفل. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اسمها اكاديميه الاسره والطفل، وان شاء الله انتظرونا في مدونه هتنزل قريبا تحت عنوان اكاديميه الاسره والطفل، فيها كل الدروس بتاعتنا، وهتلاقوا كل الدروس برضو على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.